ان هم ياكلوا من رزق حلال بعرق جبينهم بدل ما يتسولوا. تعالوا نشوف معانا مع بعض كده اكشاك محافظة البحيرة واثرها، يلا بينا. لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد، شعار اتبنته جمعية البر والتقوى وبدأت تنفيذه في أغلب محافظات مصر. والنهاردة كانت الزيارة لمديرية التضامن الاجتماعي قطاع الشؤون الاجتماعية بمحافظة البحيرة، وطبعا ده لتحويل المبدأ من مجرد مقولة لواقع ملموس. طلبنا من مديرية الشؤون الاجتماعية إن هي تشوف لنا حالات محتاجة مشاريع، بناء عليه نزلنا جهزوا لنا 5 حالات مشاريع، وبناء عليه نزلنا النهاردة وسلمنا الحالات المشاريع بتاعتها. المشاريع ما كانتش مجرد كشك، فالجمعية أكدت إن الأكشاك تكون مليانة بالمنتجات علشان تكون بداية جيدة لأصحاب المشاريع. احنا ما بنختارش الناس عشوائي، لكن بنختار الناس بناء على أبحاث اجتماعية من خلال الوحدات ومن خلال الإدارات الاجتماعية، والبحث ده بيكون صادر بعد فحص وتمحيص للحالات، وبنختار منهم الأشد احتياجا فعلا، وبناء عليه بنطرح هذه الحالات على الجمعية لمساعدتها. وكون ان اي حد اي متبرع بيتبرع لهذا المكان او لهذه الجمعية فهو يصل فعلا التبرع الى مستحقيه. تعب ايام وشهور بيزول مع لحظة فرحة في عيون محتاج تم مساعدته، وتبرعات كتير من اصحاب الخير اللحظة دي بتثبت انها راحت لمستحقيها. بشكر جمعية البر والتقوى على وقوفها على العمل الإنساني والخير، وده مش جديد طبعا على الجمعية، ده عمل بتقدمه من قديم الأزل. ربنا يديم المعروف والخير وربنا يكرمهم يا رب. نتمنى من المتبرعين ان هم يساعدوا من الجمعية برضه، لانها بتساعد ناس ياما. هم فعلا ساعدونا، وانا من ضمن واحدة أرملة كنت في احتياج الحاجات دي، والف شكر وجزاهم الله كل خير. البحيرة ما كانتش الأولى ومش هتكون الأخيرة علشان الخير يعم مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها.